ازيكم اصحابي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا مستمرين في التشكيله الجامده دي خالص. يلا بينا ان شاء الله الفيديو يعجبكم. في البدايه كده احنا ان شاء الله هنعلي كؤوسنا، هنحاول نوصل ل6000 ان شاء الله. في البدايه كده احنا ممكن نبدا احنا الهجوم بتاعنا، نحط الهوك بتاعنا وان شاء الله خير، ونشوف برضو هو هينزل ايه. ونزل كده امير الظلام زائد الفاليركا، نحط الساحره عند التور الرئيسيه، ونتقل شويه ونحط برج النار عشان الهوك، ونخلي بالنا اهم حاجه نحافظ. ممكن نحط جيش الهياكل العظميه كشويه، يروح لامير الظلام يبعده شويه عن الساحره والتور، وشويه الفاليركا تحاول تضرب فيهم. زي ما احنا شايفين صدينا الهجوم الحمد لله من غير ولا دمج. نحاول ننهي جيم، وممكن نحط الكره الناريه. تمام، عاش جدا. وبرضه استعمل الكره الناريه، بس احنا طبعا في الحته دي احنا تفوقنا عليه في الدمج. هنشوف كده اهم حاجه عندك انت تيجي تهجم تعمل دمج، وتعمل اهم حاجه اما تخلص الاكسي مره واحده، وفكر قبل ما تهجم. واهم حاجه في اي تشكيله تحط اللي هي اقوى حاجه عندك في الليفلات في التشكيله، سواء كان هوك او اي جندي مناسب ليك كليفل عالي كان انت بتعرف تستعمله. حطينا الساحر عندنا على اساس ان هو نخليه برضو ينزل الجيش. ننزل كده امير الظلام الناحية التانية، نحط الساحرة ونحاول كده ندافع عن التور، وهاجم من ناحية على اساس ان هو يشتتني. بس انا برضو كده اعمل برضو دفاع واخلي بالي من الباركة، ممكن احط كده برج النار على اساس برضو اللي احنا نعمل دفاع وما نسيبش الحتة دي. نخلي بالنا اهم حاجة حطينا تعويذة التجميد عشان نضرب الهوك اللي عندنا وما نخلوش يتقدم. وبرضو احنا عملنا دمج حلو للتور بتاعته، فوقنا عليه في الحتة دي. ونستنى كده نعمل احنا دفاع، نشوف كده نستنى خليه هو يدمج التور، مش عايز انزل حاجة ضغط غير ما تموت. وننزل كده البالون ونشوف، ننزل هو البالون برضو، يعني هو مستقصد يعني سبحان الله. ننزل نحط برضو كده نعمل احنا دفاع، نخلي بالنا من الحتة دي. هنحط عندنا الكرة النارية، نخلي بالنا ما نخليش الهوك برضو الدمج بتاعه جامد. وانا ممكن اضحي بالحتة دي، هو الصراحة اتدمرت. ماشي، نروح بقى على ناحية اليمين نضرب التاور التانية قبل ما الوقت بتاعنا يخلص، ونحط الهوك عندنا، ونحط برضو تعويذة التجميد على اساس برضو ندي دمج حلو. ونحط الساحرة ونخلي بالنا اهم حاجة ما نعملش حاجة غلط. ونحط برضو ممكن نحط عندنا نتقل كده، ننزل الباركة، نحط الساحر، وممكن احط الكرة النارية مخلوش يديلي دامج. عاش جدا الهاكر العظمية، عمل كفر رائع يعني. ودي فرصتي في الهجوم كده يعني، دي الضربة القاضية لي. زائد عندنا تعويذة التجميد، هو استسلم شكله من اساسه، مباراة يعني كويسة يعني، ولعب يعني كويس. أتمنى تقولوا رأيكم في الفيديو، واستنوا جديد إن شاء الله يوميا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم جدا على الدعم.